الطلاب في لوجيسيال ليبر، يعني كديروا مجموعه ديال التكوينات مجموعه ديال الانشطه باش تعرف البرمجيات الحره اللي هي باختصار البرامج اللي كنخدموا بها في الحاسوب ديالنا. ولكن هذه البرامج كتختلف على البرامج الاخرى، لماذا؟ لان عندك الحق انك تقاسمها مع الجميع وتشاركها مع الجميع. اذا هي يوم المخترع الصغير هو واحد النشاط في النسخه ديالو الثانيه اللي خدنا ليه يعني كموضوع هذه السنه، هذه هو الروبوتيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا بكم في هذا اليوم الجميل. غادي نفتح لكم الباب باختصار وستركوا البقيه الاكتشاف ديالو عليكم. ثم كيربط بطبيعه الحال من غير هذه البطاقات التي تبرمج، كتجي معها ما يسمى سروبيز.